فيما يتعلق بالقضاء مستقل وبملف الرئيس السابق المتهم مرة أخرى. هذا كي أكد لكم وزير العدل واضح ابتداء، هذا كان تحقيق برلماني ينص دستور البلد وقوانينه على امتلاك حق البرلمانيين في إجراء تحقيق برلماني. تحقيق البرلمانيين أفضى إلى شبهات ينص الدستور على أنها يتعهد بها القضاء. القضاء تعهد بها، أسس عليها قرائن، تلك القرائن جعلت الرئيس السابق متهما مع مجموعة من الأشخاص. ترتيب اتهامهم وما يترتب على الاتهام وكل هذا مسار قضائي خالص اسألوا عنه أهل القضاء. محد عند النيابة اسألوا عنه النيابة، الآن عند قطب التحقيق اسألوا عنها قطب التحقيق. مرة أخرى احنا هون مصرين في هذه العهدة وفي هذا العهد على أن نعود دولة قانون، وعلى أن نعود فصل السلطات، وعلى أن كله اختصاصه وحده يعنيه وحده.